400 متر يا متابعين، 400 متر دكتور الأصايل، أرى الخطورة من شعار المنصوري قادم. يا بو يا سلام، كيف الغربية، كيف الغربية وأيضا حربة قادمات قادمات قادمات، ولع الشوط ولع يا متابعين، ما زالت حشمة. وهناك كيف 200 متر، ولكن حشمة، كيف وحشمة وحربة، كيف حشمة حشمة ما زالت مع بن رشيد. المنصوري قادم، هل الغربية قادمين؟ 100 متر يا سلام، حشمة 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 مشاهدينا الأعزاء، وشعار بن رشيد يصر مشاهدينا الأعزاء على انتزاع الفوز. تهانينا والناموس. المركز الثاني حربة لمحمد بن سالم بن عجيان، المركز الثالث كيف لعبد الله بن زايد بخلبان. حرك الحديدة شوية راعي ذباح، علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت مع المركز الأول، ينطلق الناموس الصباحي الأول الخاص بالقعدان في شوطها الرئيسي في صباح هذا اليوم. يذهب مع شعار علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت، وسلام شحاني أصيل، سلام شحاني، سلام شحاني شحاني يا بن نابت، حركة حتى خط النهاية. يا سلام، تهانينا والناموس لمالك ذباح علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت على فوز ذباح بالمركز الأول، وقطع خط النهاية معلنا الفوز والناموس لهذا الشعار. يا شديدة الله، يا شديدة الله، يا شديدة انطلقت شديدة. 400 متر صباحك فل يا الكتبي، صباحك فل يا ابو الرشيد، دكتور الأصايل اللي دكتر اللي يتميز. الله يا الظبي، الله يا الظبي، انطلقت الظبي في الميتين متر الأخيرة. راشد بن علي بن سعيد، الشعار الشحاري قادم، منافسة منافسة في اللحظات الأخيرة. 100 متر شديدة أم الظبي، شديدة أم الظبي، شديدة أم الظبي، واللحظات الأخيرة، ولكن شديدة فازت بهذا الشوط الثاني. تهانينا والناموس لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد، المركز الثاني. ناصر بن جبر بن شمسان النعيمي، الله، تحرك الشارد، تحرك الشارد، يا السلام، الله الله، أصر الشارد أن ينتزع هذا الناموس، ولكن مكلف 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 مكلف، والشارد الشارد ومكلف اللحظات الأخيرة، مكلف والشارد الشارد ومكلف مع بن سند، ولا هنا مع النعيمي اللحظات الأخيرة، ولكن الله، هذا هو، هذا هو أيها الإخوة، هذا هو الشارد، الشارد أيها الإخوة الأفاضل ينتزع هذا الناموس، هذا هو ناموس الشارد. تهانينا لخالد بن عبد الله بن سند مسيف للمركز، المركز الثاني. المري، وهنالك ايضا قدوم الشماليه للحاج بن فعيل بن المزروعي، ولكن اعود مع ال 400 متر ما زالت الامور هاديه، ولكن انطلقت الدانه. يا سلام يا الدانه، الدانه الدانه الدانه، هذه الدانه الثمينه الغاليه تتواصل مع الصداره بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. الاعصار الغربي يهب الاعصار وينطلق إلى خط النهاية برفقة الدانة، من تواصلت بهذا الانطلاق ووصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس الثاني. والتبريكات لمحمد بن زايد بخلف المنصور، المركز الثاني. العنود وما قصت العنود كانت قائدة لهذه الأسماء. محاولات جادة وحقيقية، وظبيان أيضا قادم، دير بالك يا ماجد بن حلبان، دير بالك، قطر صوت، قطر ساد، قطر ساد، يلا يا بن حلفان، إلى فات الفوت ما ينفع الصوت يا أخوي، قطر ساد قادم، ومشكي قادم، وضبيان، ضبيان، وقطر ساد، يا سلام، يا سلام، يا سلام، الموقف خطير وحساس، خطير وحساس، قطر ساد، ضبيان، ضبيان، قطر ساد، مشكي، مشكي، قطر ساد،
قطر سات، قطر سات، وضبيان قادم، وضبيان قادم، ولكن قطر سات، قطر سات، قطر سات. تهانينا لمالك قطر سات، تهانينا لجلال الله بن محمد بن عقيل المري البرنس على هذا الفوز وعلى انتزاع المركز الأول المركز الثاني. لا يكتفي بالمركز الأول، أعتقد والله أعلم أنه ما يكتفي بالمركز الأول، يبغيها أول وثاني، يبغيها أول وثاني. وبالفعل حقق محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، حقق الناموس وعلى المركز الأول ووصيفتها بالمركز الثاني. يا سلام، إذن احترام، إذن الشهنية شعار مميز يميز عزبة السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والإعصار الغربي يفوز في المركز الأول والثاني. أهنيه الناموس بوزايد، وأهني المتابع والمضمر محمود الوهيبي على هذا الفوز، وفوز احترام والشهنية بالمركز الأول والثاني. المركز مياس، والنهاية اقتربت، 300 متر الأخيرة، والناموس، الناموس مع محمد بن راشد عبد الله. ألف هيدان المري على هذا الناموس وعلى هذا الناموس. الله يا سلام، في هذا الصباح نتقدم بالتهاني والناموس لهذا الشعار مياس ومالكه السيد محمد بن راشد بن عبد الله. نجحت بالتوجيه ونجحت بالمسايرة، تارينا له على هذا الناموس. هذه لحظات الوصول، لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلنا نفسه بطل هذا الشوط. هذه لحظات الوصول، المركز الثاني حملون لمحمد بن سعيد وعامر، المركز الثالث الله الله الله، من لديه علاج فليعالج الناموس. يا السلام، هذه علاج عالجة الموقف بهذا النجاح وبهذا الناموس الفائق. يا السلام يا السلام يا السلام، الله يا علاج محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع علاج. الله 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 الله، يا سلام عليك يا ابو زايد، هذه علاج ايها الاخوة، شكلها جميل وادها اجمل. هذه علاج، تهانينا للاعصار الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على انتزاع علاج بالمركز الأول وتصدرها هذه الثنايا البكار في هذا الشوط. لحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني، يصل شعار بن حويل ظن حمد بن حويل الشهواني المركز. ينتظرون السلامات بتواصل قرهد مع الصدارة، ولكن يا سلام، أريد أريد، انطلق مع الصدارة وتواصل مع المركز الأول غانم بن جاسم بن ربيع الكواري، ولكن شاهين هذه السلالة العريقة تنطلق مع الصدارة، تنطلق مع أول المراكز. حمد بن علي الشراب المري يقدم لنا شاهين مع المركز الأول. اللحظات الأخيرة، أمتار الحسن والناموس، وحقق هذا الانتصار شاهين وانطلق إلى خط النهاية. سلام شاهين، سلام، سلام الشراب، سلام للحظة وصول شاهين وقدومه إلى خط النهاية. ثاني تبريكات، ثاني المراكز، أريد لغانم بن جاسم ربيع الكوان مركز ثالث. مباشرة تجملت جمايل في هذا الشوط، تجملت جمايل يا مشاهدين يا متابعين. هذه جمايل انجارها الله من صواديف الأقدار، جاتك وجاك الجيش كله بعدها. هذه جمايل مشاهدين الأعزاء تنتزع ناموس الشوط في لحظات حساسة، في لحظات حرجة، لتهدي السلام، لتهدي السلام إلى أهل الغربية. وغربي غربي 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 هذا السلام، كالعادة دائما كالعادة، تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري وإلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز المستحق. هذه جمايل تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن علي بن رايه المري، المركز الثالث، المركز الثالث العفريت. يا
يا سلام الدوحة يا بن نايفة، الناموس غالي 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 غالي، ولكن جبارة 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 مع المقدمة مع الصدارة مع الصدارة، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع جبارة المحتلة للمركز الأول والمنطلقة والفائزة بالشوط الثاني عشر، يفوز بهذا الشوط محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع جبارة والوهيبي الوهيبي اللي قادها إلى خط النهاية والنقطة الخامسة في صباح هذا اليوم، سجلها المنصوري سجلها المنصوري. يا سلام تهانينا تهانينا، والناموس وجاب الثانية بعد، جاب الثانية جاب بديعة جاب بديعة حطها ثانية. الله هذه 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 هجن الاحصار الغربي، وهذه 400 متر الاخيره 400 متر الاخيره، اخر اشواط الثنايا لمن اخر اشواط الثنايا لمن يظفر به المنصوري، ليظفر به المنصوري، ليتفوق به المنصوري، ليتفوق به الوهيبي، لينطلق مع نوف، لينطلق مع نوف. اسعد الله صباحك، اشكرك يا الوهيبي على هذه الانجازات المستمره، على هذه الانجازات التي تستمر في كل سباق، التي تستمر في كل مهرجان في كل محلي. أسعد الله صباحك يا الوهيبي على هذا الناموس. المركز الثاني العنود للسيد توك. أيضا مشاهدينا الأفاضل، هذه توك توق الناموس، أيضا تتشوق للناموس وتذهب إلى الناموس. تهانينا تهانينا من هذا المكان إلى سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، كما نهني مضمرها حمد بن عبد الهادي بن هليل المري. يا سلام الله الله الله، هذه هذه لحظة وصول توق إلى خط النهاية عند انتزاعها لهذا الناموس. أيها الإخوة الأفاضل، نهني سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني على فوز توق. المركز الثاني وصلت معركة علي بن حمد القريسي المري. المركز الثالث ومعزز، ما زال ما زال معزز برفقة بن جبران على أول المراكز، يجبر بأنه صاحب الكلمة وصاحب الناموس. يا سلام اللحظات الأخيرة، أمتار الحسن حوران معزز معزز حوران. يا سلام معزز لسالم بن جبران المري، هو من حصل على ناموس هذا الشوط وهو المتوج وحافظ على هذا المركز وأيضا انتصر بهذا الشوط وبهذا التميز. إن لم يكن هنالك رأي من قبل حوران، حوران معزز ولكن معزز. والتالي والتبريكات لسالم بن جبران المري على حصول معزز على المركز الأول. ثاني المراكز كان غريبة غريبة، وما هو غريب عليها الفوز ولا غريب عليها السبق في هذا الشوط. تنتزع مشاهدينا الأعزاء صاحبة هذا الشوط، عودتنا على هذا الفوز، معتادة على الفوز. سلام، وين السلام؟ سلام أم صلال، سلام سلام أم صلال، سلام. هذه غريبة، علي بن عبد الهادي بن بخيت، وبالفعل غريبة الأطوار، غريبة السبق، غريبة الشكل. تنتزع مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط لتضرب بيد من حديد. سلام غريبة، سلام سلام أم صلال، سلام. تهانينا تهانينا، والناموس لأهل أم صلال ولمالك غريبة في هذا اليوم علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي. لحظات الوصول، المركز الثاني هيبة لحمد بن عبد الهادي بن هليل المركز. على فوز عجلان وانتصار عجلان. يا سلام، إذن على الهواء مباشرة وعبر شاشات قناة الريان وعبر الأقمار الاصطناعية أزف التهنئة لمالك عجلان حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري الذي قاد عجلان إلى خط النهاية، وكل جمهور عجلان اللي يتابعه من خلال ما قدمه في هذا العرض المميز مع شوط الختام. تهانينا
تهانينا والناموس لمالك عجلان حمد بن حسين بن علي بن جرحب، وها هو يحل إلى خط النهاية بحفظ الله ورعايته معلنا فوزه بهذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني مهيض.